هذا الورد خصيصا من المعرض، هذا إليك. ننتظرك في أمم آسيا علي فايز، تحياتي لك معرض الكرة العراقية المصور. حبيبي كابتن، احنا كل اللاعبين نتمنى لهم السلامة بصراحة، ما يعني ما نعرف شنو وضعك الصحي، بس هسه من نجي انا بصراحة اطمئنينا، وضع علي زين وغدا سيلتحق ان شاء الله، وراجع كل الامور طبيعية تدريجيا، كل شيء زين. المرض فايروس بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بك. اكيد موقع الكرة العراقية نورتونا بالبيت. شكرا. وريد يعني المعرض يجيب وريد. شكرا على الوريد. لا تستاهلون والله، رحم الله والديك. احنا بطولة آسيا يعني كل الإعلام وكل داعمكم، كل احنا خلفكم الآن، كل احنا خلفكم. انا ماذا احكي لك يا من كل الإعلام العراقي، بس بالبداية طمنا هسه على صحتك. والله الحمد لله والشكر، صحتي اليوم أحسن مثل ما قلت لك، بعد يومين بالمستشفى. المرض كان شوية صعب، الله يشافيكم شره، فيروس قوي. الحمد لله والشكر، فضل الله سبحانه وتعالى قدرنا أن نتجاوزه والوضع أحسن. إن شاء الله غدا سوف ألتحق بوفد المنتخب الوطني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله كابتن، إن شاء الله ما نرجع، نتمنى لك كل الموفقية، وإن شاء الله نشوفك باسية بأفضل وضع، وراح تلقانا هم باسية بدل الورد، راح نجيب لك بوكيات ورد إن شاء والله الله. جيتكم هاي غالية عليا كلش حبيبي بصراحة، وشكرا جزيلا لكم، ما قصرتوا. إن شاء الله، إن شاء الله دائما أنتم بخير ومتواجد بخير، وهذا من أنا مريضة من عندك هناك بدبي اللي راح اجي ان شاء الله. ان شاء ان الله شاء الله. هاي ورا اذا فاول وسجل اريد العلم هذا. ان شاء الله التوفيق من رب العالمين، الله يوفق اللاعبين جميعا، يوفق المنتخب. ان شاء الله نشوف بالامارات، وان شاء الله فال خير يا رب. ان شاء الله هو المنتخب كله روح وحده، اي من كان يسجل، اهم شيء الفوز والتوفيق. ان شاء الله حبيبي كابتن. شكرا جزيلا حبيبي حبيبي.